وروح القدس الإله الواحد آمين. سمعنا كثيرا عن الفيلم الذي ليس فيلما بل هو لقطات على ما يبدو 14 لقطة، واتهم بها أقباط المهجر. الآن أقباط المهجر يعني خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية هذا اتهام ظالم، لأنه لا يجوز أن تتهم مجموعة بأكملها. أقباط المهجر يعدون بعشرات الآلاف، إنما يبدو أنه المتهم الرئيسي اسمه نيكولا باسيلي نيكولا، وألقي القبض عليه ليس من أجل الإساءة بل لأنه أساء استخدام الإلكترونيات، أنه كان ممنوعا عليه استخدامها. مهما كان من أمر هذه اللقطات، جيد أنه نلفت انتباهكم إلى ما يلي. طبعا أنا مش متخصص في شؤون المسلمين، المسلمون هم يتدبرون أمورهم، لا أريد أن أتطفل عليهم، ولكن لفت نظري حسب ما فهمت مشهد واحد، إنه الرب كنانة بن الربيع الذي كان زوج صفية يكون له حوار طبعا حسب المخرج مع زوجته. طبعا شو بدكم واحد يقول لزوجته قبل وفاته؟ بده مبدئيا ايش؟ يودعها، يوصيها على الاولاد اذا في اولاد، يقولها قديش الفراق سيكون صعب، يشجعها انه تستمر في الحياه بعد وفاته. ولكن بعرفش اذا حدا منكم حضر قسم من هاي اللقطات، المهم بقولها ما المخرج لا يضع على فمه الا ما يلي: يا صفية إن الله سيفتقد اليهود، سيعيد اليهود إلى أرض فلسطين، وأطلب من الله أن ينتقم من أتباع الإسلام في فلسطين عن طريق اليهود. إذن من، لا أعتقد، أنا لم أدرس المصادر الإسلامية كلها عن هذا الموضوع، ولكن لا أعتقد أنه في شيء في المصادر الإسلامية يقول هذا الكلام، حتى أنه المخرج الروح يحطه في الفيلم. إذن من مصدر، من وين ممكن تصدر مثل هاي الكلمات؟ أو بلاش يا عمي، في أشياء كثيرة في المصادر الإسلامية، ما اختار المخرج إلا إيش؟ لنفرض إنها موجودة، ما اختار إلا هاي. وككلمات رجل يودع مرته ما خلاه يحكي إلا هاي الألفاظ وهاي العبارات باختصر: الله سيفتقد اليهود، سيعيدهم إلى أرض فلسطين، ويريت ينتقموا من أتباع محمد في فلسطين. حسب رأيكم مين وراء هاي الأفكار؟ الفكر الصهيوني. الفكر الصهيوني عند من؟ هلا أنتوا قلتوا لي ما وراء هذه الأفكار، ما وراء هذه العبارات؟ الفكر الصهيوني. هلا من وراء هذه العبارات؟ من يحمل هذا الفكر الصهيوني؟ عندنا فئتين، إما يهود 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 يهود، أو مسيحيين بيقولوا عن نفسهم مسيحيين، وخصوصا من الفئات المنشقة الدخيلة المحدثة المستحدثة، واللي بيحملوا الفكر الصهيوني، واللي أيضا ما بترددوش يسموا حالهم إيش؟ صهاينة مسيحيين، كريستيان زاينس، مع أنه في تناقض. إذا أنت صهيوني بتقدر تكون مسيحي، إذا أنت مسيحي مش ممكن تكون صهيوني، لأن الصهيونية هي حركة عنصرية والمسيحية هي حركة شاملة. بأمل إنه هذا الكلام أقنعكم. إحنا هون طبعاً 30 40 50 واحد موجودين، ولكن عبر الإخوة منكون 20,000 وإن شاء الله 20 مليون، إنه اللي وراء
الذي يقف وراء هذه المشاهد زي ما بيقول أحد القديسين، يمكن القديس أغسطينوس، أب أونو ديشي أومنس، من واحد تعلم عن الجميع، إنه هو الفكر زي ما تفضل الأخ هون أبو جمال، هو الفكر الصهيوني. والفكر الصهيوني إما بيحملوه يهود، في عنا صهاينة يهود وفي عنا صهاينة غير يهود، أحيانا يتفوقون على اليهود صهيونية، زي العبارة اللي بيقولوها بابوي أكثر من البابا. تعرفوا في ناس مثلا أجانب متعاطفين مع القضية الفلسطينية، فهم فلسطينيون أكثر من مين؟ الفلسطينيين، وبابويون أكثر من البابا. بالفرنسي بيقولوا بلو بابيست كو لو باب. في مشهد ثاني كمان عن قتل الرجال وسبي النساء والأطفال، واحد يهودي كمان يناقش الشخصية اللي تجسد نبي المسلمين، بقول له طيب ما هي انتم كمان اليهود عملتوا هيك؟ قال له احنا هاي مدينة نبهت مدة 450 سنة قبل ما انه يشوع اللي هي أريحة يقتل فيها الرجال ويسبي فيها النساء او الاطفال. ماذا نلاحظ هنا ايضا؟ نلاحظ تبرير اليهود وتجريم المسلمين. طبعا مش ممكن عربي حتى في المهجر يعمل هيك فيلم الا اذا كان مجنون، لانه العربي حتى في المهجر بخاف على مين؟ بخاف على اهله اللي وين موجودين؟ الموجودين في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين. يعني احنا كمسيحيين عرب احنا بنعرف ما هي المواطنه ولا نستفز المسلمين. ليش؟ لانه بنعرف انه الاستفزاز ليس من صفاتنا، والفاتيكان بدون ما يدخل في التفاصيل سؤال لا يجوز استفزاز مشاعر المؤمنين. بأمل انه بهالفكرتين هذول اللي هو هذا الحوار مع كنانة بن الربيع اللي بعتقد انه لا وجود له في المصادر الإسلامية، على كل حال بإمكاننا بما انه منحط كلامي هذا على الفيسبوك واليوتيوب انه بعدين يكون نسأل الإخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات خصوصا من المسلمين إذا فعلا في مثل هذا الحوار في المصادر الإسلامية، مثلا في السير، في الأحاديث، في طبقات بن سعد، في تاريخ الطبري. ولكن شو اللي بيلفت النظر؟ إنه من كل المشاهد اختير بالضبط إيش؟ بالضبط هذا المشهد، ومن الحوار أخذت فقط هذه الكلمات والعبارات. أريد هنا أن أذكر أنه إذا أهين، إذا صار في إساءة للإسلام في الغرب مرة، فضد المسيح والمسيحية والمسيح والعذراء الإهانات والإساءات مستمرة وشبه شهرية وشبه أسبوعية. يعني لو المسيحيين في الغرب بدهم يعملوا مظاهرات وإضرابات احتجاجا على أفلام، روايات، مسرحيات ضد السيد المسيح والعذراء حاشا وكلا وأساء الرموز المسيحية، هذا لسه ما حكيناش عن البابوات أو الأساقفة أو الكهنة، وقتها مش راح يعملوا المسيحيين إشي غير بس يعملوا مظاهرات ومسيرات وإضرابات من كثر الإهانات اللي خصوصا بدأت ضد الكنيسة. متى؟ مع الثورة الفرنسية. بتسمع عن الثورة الفرنسية بيقول لك هي كانت ضد الملك، ممكن ضد الظلم ممكن، ولكن مع الأسف انقلبت بسرعة ضد مين؟ ضد الكنيسة، ضد الرهبنات، ضد الدين المسيحي بالذات. حتى أبانا الذي في السموات وقت الثورة الفرنسية شوهوها ومنعوا الصلبان وكسروا الصلبان وكسروا الكنائس. وفي فترة كان الماسونيين مستولين على الحكم في فرنسا، فسكروا أغلقوا كل المدارس الكاثوليكية في فرنسا. هذول هم
الماسون. وشكرا لإصغائكم.